للمزيد حول هذه المبادرة وعودتها من جديد وأيضا المترددين عليها من أصحاب الأمراض المزمنة، انضموا إلينا الآن شبكة مراسلين، معنا دورية عاطف من محافظة القاهرة، وعوض الغنام من محافظة الجيزة، وإبراهيم عزت من محافظة القليوبية. طبعا برحب بكم جميعا في هذه الجولة معنا، ونبدأ بدورية. دورية عاطف من القاهرة، دورية أهلا بك، والتفاصيل الصوت والصورة تفضلي. تحياتي لك إيمان والجميع السادة المشاهدين، بالفعل من محافظة القاهرة وتحديدا من مركز طبي حي النزهة الجديدة، ولكن لمزيد من التفاصيل حول حملة 100 مليون صحة هنا في هذا المركز وتنفيذها في اليوم الثاني، تنضم لي الدكتورة هالة فايق محمد، مدير الرعاية الأساسية بمنطقة النزهة الجديدة. برحب بك يا دكتور في البداية على شاشة إكس راي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور، يعني لو تكلمينا في البداية عن الإجراءات المتبعة هنا في المركز لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية. استكمالا لمبادره السيد الرئيس لانه حمله 100 مليون صحه لمتابعه الامراض المزمنه سكر وضغط وسمنه، فاحنا هنا المركز بيستقبل الحالات اصحاب القرارات الطبيه على نفقه الدوله او اي حاله بتشتكي من سكر او ضغط او عايزه تكتشف حتى ان عندها سكر وضغط بنستقبلها. المركز مفتوح لاستقبالهم في مسارات امنه، بنتدخل طبعا احنا بندخل الحالات في مسارات آمنة بتم الفرز عليها من باب المركز، بنقيس درجة الحرارة، واللي بنلاقيه سخن بندخله في غرفة لوحده وفي غرفة عزل عشان نتأكد ان ما يكونش في اي اختلاط لهذه الحالات السكر والضغط او اللي نبقى في مسار آمن كامل. وبيخش للطبيب بيكشف عليه من سكر ضغط، بيسمع شكوته، بيعمل له خطه علاج، بيحوله للتحاليل الطبيه اذا كان محتاجها، وبنديله الخطه، بنديله العلاج في الاخر لمده 3 شهور علشان ان هو يفضل قاعد في بيته ما يقدرش ينزل كل فتره. يعني وكلمينا يا فندم عن مواعيد العمل، هل بيتم العمل يوميا ومن الساعه كام للساعه كام؟ المركز بيعمل يوميا من الساعة 8:30 لغاية الساعة 2 الظهر، خدمة متواصلة، احنا برضو معاهم في أي خدمة، لو عايزين تليفون أو استشارة طبية بتبقى طبيبة الأسرة تحت في استعداد إن هي يكلموها في أي وقت. يعني يا فندم أهمية استكمال هذه المبادرة الرئاسية خاصة في التوقيت الحالي مع انتشار فيروس كورونا؟ طبعا احنا عارفين إن أكتر ناس معرضين لمشاكل فيروس كورونا هم أصحاب الضغط والسكر والسمنة، فاحنا بنحاول ان احنا طبعا نكون متابعين الضغط والسكر ومظبطينه تماما بحيث ان هو ما يبقاش فيه ريسك فاكتور او عامل يعني عامل خطوره على المريض لو اصيب بعد يعني لا قدر الله بكورونا. واحنا كمان بنخليه يعني بياخد 3 شهور بحيث ان هو يكون قاعد في بيته وما يتعرضش لاي خطوره من فيروس كورونا. يا فندم الأدوية كافية ومتوفرة وفي سهولة في صرفها؟ لا طبعا الحمد لله، الأدوية الوزارة مغفرة لنا كميات كافية من أمراض السكر والضغط والدهون، كميات كافية لأصحاب القرارات وأصحاب الأمراض المزمنة، وبنصرفها لهم 3 شهور ما عندناش أي مشكلة خالص. أخيرا يا دكتور، إجراءات الاحترازية المتبعة يعني هنا في المركز خاصة احنا بنتكلم انه كل اللي بيجي يكشف أصحاب أمراض مزمنة. طبعا احنا واخدين الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، احنا طبعا في تعقيم كامل للمبنى، في فريق فرز واقف على باب المنشأة بيفرز كل المترددين على المركز، بيقيس لهم الحرارة، بيكون متأكد ان هم لابسين الملابس الوقائية بتاعتهم من ماسك طبي جراحي، وبيدخل لو في اي حاله كانت بتشتكي من اعراض تنفسيه او ارتفاع في درجه الحراره بتدخل على غرفه العزل، بيجي لها الطبيب في الغرفه وبيتم التعامل معاها والكشف عليها بمعزل تام عن بقيه المترددين. شكرا دكتور، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، وعوده لك زميلتي ايمان مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك دورية عاطف مراسلة اكسترا نيوز، وايضا طبعا الشكر موصول للضيفة الكريمة.